السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا ورجعنا بحلقة جديدة من ذا باتل كاتس او حرب القطط. طبعا حلقة اليوم اللي حيصير هو ان شاء الله انا واثق 100% انه اخيرا حتطلع ابرير جديد 100%. بعرف انه الحلقة الماضية حكيت نفس الكلام، وكمان كان في عنا الابر فيست ولا شغلة هيك، بس اليوم في عندي السوبر فيست، والسوبر فيست هي عبارة عن 10%. يب 10% من اللي يطلع أبرير، وأنا حاليا جمعت 1500 حبة تونة بالضبط. طبعا أمس بالليل جمعت شوي منهم معاكم بالبث، فلو ما بتعرف بنسوي بثوث على ذا باتل كاتس أو ألعاب مختلفة من فترة لفترة. بس خلينا على موضوعنا، هنفتح 11 كبسولة، و11 كبسولة بنسبة 10% يعني المفروض يكون نسبة انه يطلع لي أبرير هي 110% تقريبا على 11 حبة من هالشغلات هاي كلها. ماني شاطر بالرياضيات بس المفروض هيك يصير. زائد الشيء الثاني اللي حنسويه هو انه حنكمل بالمابات هدول او بالكواكب. رجعت طبعا وجبت التراجر من كلهم، ما جبته يعني سوبيريور على الكل، بس جبت التراجر اللي البحثن عليه. ناوي اني اكمل لحتى اوصل عند الكوكب الكبير، وقلتوا لي انه هذا الكوكب بالتحديد فوق اليمين ما هو الكوكب الاخير، على اساس حعرف الكوكب الاخير بس اشوفه، مع اني توقعت انه يكون هذا. على العموم هلا هات لحتى يروح على موضوعنا ونفتح الكبسولات اللي قاعد عم بستناهم من سنه، ان شاء الله يطلع لي أبرير محترم، انا هذا اللي بتمناه. وواحد من الأبريرز اللي قلتولي عليه انه كتير حلو هو اول واحد بيناتهم اللي هو بيبي جاو، لانه على اساس هذا الزلمه اقوى من الاسد اللي عندي، وكلنا بنعرف ان الاسد اللي عندي قوي شوي، او مو شوي صراحه قوي كتير. بكون صريح اتوقع انه هذا الست كله عباره عن ست قوي، وبالاخص انه في اسدين، وانا حابب انه يطلع لي الاسد الثاني كمان. بس هات لحتى لي ما نطول كلام ونشوف، ويا رب ما يطلع لي كثير ريرز لهي المره. بسم الله 1500 تونه، صفرت تونه هلا، بس 11 حبه، واول واحد الرامن كات. اوكي هذا رير، ما هي بدايه كثير منيحه بس الحمد لله على كل حال. هات لحتى رو اللي بعده، اللي بعده هو ها جديد، هذا أبرير. شو هذا؟ استنى شوي، هذا ولد صغير بيبي كات. ديم اوكي اوكي انا توقعت يطلع لي أبرير، بس ما توقعت يكون هيك. وعلى الاغلب الايفولوشن تبع هذا ما حيكون ابدا شيء هين. بس هذا حتى نشوف اللي بعده، هذا كان ثاني كبسوله تقريبا بنفتحها، هذا رير كمان. اوكي الحمد لله، هذا الثيف كات. اللي بعده وزه أبرير ثاني. طيب اثنين، استنى شوي، مين هذا؟ The Grateful Crane. اوكي هذا حيكون حلو، صار طالع لي اثنين أبريرز، ولسه في عندي تقريبا سبع كبسولات ثانية لحتى لي أكمل. هاي أكثر تفتيحة باكجات أسطوري لحد الآن فتحتها. بس اللي بعده هذا حيكون رير الماتادور كات. بنرجع على الرير شوي، بس ما في أي مشكلة، استنى، هذا أبر ثاني. استنى عم يطلع لي رير، عم يطلع لي أبرير، رير أبرير. حاليا هذا الثالث واحد المايتي كاتابول، ولأنا ما عندي أي فكرة هدول لأي درجة أوايا، بس ما أتوقع إنه هذا هو الوقت اللي المفروض أفكر فيه. هات لحتى نفتح اللي بعده، وهذا حيكون رير. استنى اللي بعده شو حيكون؟ هذا بوغو كات، رير ثاني كات ديفيد. أوكي بس أنا مبسوط حاليا، لو ما طلع لي أي شيء، لو سحبوا علي بالتكتات كلهم وعطاني شغلة على الفاضي حتى ما أعطاني رير، حكون مبسوط بالحالتين. واللي بعده حيعطيني رير تاني كمان. تيم أبرير، استنى كم واحد صار عندي؟ خمسة، هذا خامس أبرير بيطلع لي. هذا مين هذا كمان؟ تفتيحة الباكجات لليوم ابدا ما هي طبيعية، هذا رير تاني، ما طلع لي ولا سوبر رير واحد، كلهم أبرير ورير، أبرير ورير. بس هلا مع البيشوب كات اللي بعده خلصنا. اوكي هات لحتى نشيك عليهم. اول شيء في عندي البيبي كات، البيبي كات قوي ضد الالينز، ضد الفلوتنج انيميز. ثاني شيء في عندي الكريتفول كرين، وهذا كمان قوي ضد الفلوتينج والانجل مو الالينز. ثالث واحد هو الكاتابولت، واللي هو قوي ضد الزومبيز. اوكي الكاتابولت ما هو لهذيك الدرجه، بس اللي بعده طلع لي بس اربعه أبرير. اوكي انا فكرتهم خمسه، بس هذا الزلمه من شله ابو محمد، وكلنا بنعرف انه شله ابو محمد في واحد منهم اتوقع كثير قوي، فما بعرف اذا هذا هو الزلمه ولا لا، بس هذا حتى نجربهم كلهم. طبعا لو بنجي لهون في عندي هدول اربعه، هذا تبع الكاتابولت هو اغلى واحد. وطبعا رحت انا على ماب كتير بسيط، وفي عندي كمان البيبي. هات لحتى لي اجرب اول شيء البيبي اللي هو اول واحد طلع لي. اوه خيبه، استنى هذا مو بيبي كاد تيم، وكمان سوى وان شوت من هلا مع انه ليفل واحد الزلمه. تيم استنى شوي، هذا البيبي ما هو طبيعي. استنى هل حيحسب شو عم يصدهم لورا؟ كيف صدهم؟ حاسه كانه ما اكل الضربه اصلا، وهذا هو كمان عنده اريا اتاك. هذا البيبي شكله حيكون ما هو طبيعي. الزلمه لسيته ليفل واحد ولسه لحد الان ما مات، وحينهي الماب كله، بس اتوقع انه ضربته كثير بطيئه. عم يطلع التايتن كات من تحت وعم يحمله. بس هات لحتى نجرب اللي بعده، والشخصيه اللي بعدها هو هذا الكاتا كرين ولا شغله هيك. هذا عباره عن وزه، ما عندي اي فكره شو حتكون ضربته، لانه صراحه البيبي كات فاجئني كثير بضربته.
نوب هذا بس بيضربه بالوزة اللي على راسه قام بي عليه ضربته سريعه كمان. يب هذا هو، شوف كيف ضربته سريعه وقعد عم يقتلهم قبل ما يحس انه اصلا يدمجوه، لحد الان ما حدا ضربه، بس الزلمه شوي بطيء. وهلا لمروع الشخصيات اللي بعدها طلع لي الكره اوريدي، اتوقع انه حنضطر ناخذ دامج من الكره، بس انه الشخصيات اللي بعدها ب 4500 و4800. اول شيء بدي اجرب الكاتابولت صراحه، بعدين بجرب هذا اللي من شله ابو محمد. أوه. رمى عليه الصخرة وقتله. على الأغلب هذا حيكون سريع. نوب ما هو سريع. أتوقع بعد الإيفولوشن حيصير أسرع من هيك، بس صراحة شخصيا مبين عليها إنها فنانة. بالأخص أبو شنب هون اللي قاعد عم يجدف. أوه هذا هو حيصلخوه. كم حتسوي دامج؟ أتوقع كان مسوي فوق 1500. أوه هدول الشخصيات بتسوي فريز. استنى في احتمال يموت هون. عم يحاول يضرب الضربة تبعيته بس ما عم يحسن إنه عم يتم يسووا له فريز. أوه ها هو كمان الضربة تبعيته بالسما. God damn. أوه ما سويت ون شوت. ولا ما بيحسن يضرب الكرات اللي قدام. اتوقع انه ما بيحسن يضرب الشخصيات اللي قدامه. طبعا ساعدته بالليزر بس الشخصيات اللي قدامه شكله ما بيحسن يقتلهم. وهلا لو بنروح اللي بعده حيكون من شله ابو محمد. هات لحتى نشوف هذا الزلمه. هدول هن وصغار على الهوا ما بتذكر بيكونوا كتير ضعاف. يب حتى ما حسن يسوي له وان شوت، بس هدول بعد ما تطورهم لليفل 10 بيصيروا كتير قوايا، وغير انهم بيصيروا كتير قوايا بيصيروا كتير كبار. بس هذا الزلمه ما هو قوي ضد شغله محدده. هذا الزلمه كمان ضربته عباره عن سنجل، يعني بضرب شخصية فما عندي اي فكرة لاي درجة هو قوي، بس 100% حيكون اقوى من ابو محمد، لانه ابو محمد على هو ما بتذكر كان اضعف واحد بيناتهم. بس كالعادة حترك لكم الامر مشان تقولوا لي مين هي اقوى شخصية من الابر ريرز اللي طلعت لي، ومين هو اللي لازم اركز عليه بيناتهم. بس هلا هات لحتى نشوف شوية كواكب، وهذا الكوكب بيتطلب مني بس السبيشلز. على الاغلب اني حتصفع فيه، في احتمال اني اتصفع صراحة لانه ماني مطور كثير سبيشلز، ما عندي غير هدول الاربعة هلا. اوه طلع لي واحد الي، فانا 100% حتصفع هيك. يب هيك رسميا حتصفع. God damn. استنى شوي، اوريدي رجعوا الزلمة. عم بحاول اني اسوي سبام وطلع لي هذا الزلمة. هذا الزلمة عادي انه يرجع لي الشخصية ما في اي مشكلة، بس انا ما عندي شخصيات قوية اصلا. ها هذا هو رجعوه، حلو قتلوا الزلمة هذاك. وهلا المفروض هذا يموت. لو هذا مات حسن اطلع محمود، لو حسيت اطلع محمود في احتمال كبير اني احسن افوز. مشكلة هاي الشخصية انها ابدا ما هي رخيصة. هذا هو قتلوه، حلو كتير. ما عطاني كتير تونا، بس اتوقع اني بحسن استنى واجمعها. 350,000، هل حتطلع لي زعيم ولا لا؟ اوكي انا اتبهدلت جماعه، انا رسميا اتبهدلت. هذا ما حسن اقتله. كيف حسن اقتله؟ رسميا من المستحيلات اني احسن اقتل الفيل، ما في اي امل. الزلمه عنده درع، فرس النهر ممكن احسن اقتله، بس الفيل ما اتوقع اني حسن اقتله. او بالاخص انه عم يطلع لي بطريق كل فتره وفتره، وهيك بكون اتصفعت حتى ما لمست الفيل كله على بعضه. في شغله بحسن اسويها لموضوع السبيشلز مشان يصيروا اقوى، واللي هو اني احسن اقتل هدول. في عندي الفنجنس اويكن، في عندي الفيكيشن اويكن، وفي عندي الكونغ فو اكس اويك. طبعا الكونغ فو اكس انا اوريدي حاولت قبل مره واتوقع اني تصفعت، بس هلا حتى نحاول مره ثانيه ونشوف اذا حنحسن نسوي اي شيء مع الزلمه، لاني بتذكر انه طلع لي مليون واحد ورا بعض. ياب هذا هو، طلع لي مليون واحد ورا بعض، من الصعب كثير اني احسن اقتل مليون واحد ورا بعض. موضوع يعني رسميا شبه مستحيل. كيف متوقع مني اني احسن اقتل مليون كونغ فو كات؟ المفروض اني احسن اسوي وان شوت للكل، واللي هو شيء كثير صعب الصراحه. بس هلا حتى نشوف، ممكن يكون الاتش بي تبعهم اقل ولا شغله. وبعدين عم يضربوا بالبيس اوريدي، حلو كثير. لا كنسل على الموضوع. بس هلا حتى نشوف الفنجنز على الاغلب كمان هيعطيني شخصيه ثانيه بحسن اطورها، لاني بحتاج هالشيء، بحتاج اني اطور واحد من السبيشل مشان يحسن يوقف معاي. وهذا هو، طلع لي زلمه مع طائره ورقيه، حلو كتير. طلع واحد ثاني كمان، نايس. اتوقع ان الزلمه المفروض انه ما يكون عنده كميه اتش بي كثير عاليه، بس على الاغلب انه بيسوي دامج محترم. نوب هذا هو، حتى ما بيسوي دامج محترم، بيسوي دامج كثير عادي. فمش اكون صريح معاكم، ما بعرف اصلا اذا هالسبيشل حيتطور معاي الزلمة ولا لا، بس هات لحتى نجرب ونروح على الانسان. في احتمال انه الانسان يكون كتير قوي. يا رب ما يطلع لي مليون واحد ورا التاني. طلع لي واحد اوريدي، اقول واحد مقدور عليه، قال شيء اتوقع انه واحد مقدور عليه. طلع لي كمان موريس، هذا عم يضرب الشخصيات اللي موجوده ورا. هل هذا الزلمه هو من اللي قبله ولا شو؟ بس هذا الزلمه رسميا قاعد عم يتحمل. في عنده حركه كمان اللي بيرجع فيها لورا اتوقع وبضرب اللي قدامه. هذا هو مات الزلمه. اوب هذا هو رجع طلع مرة ثانية، بس طلع معاه كلب لهاي المرة، والكلب حيكون قوي، بس اوريدي احسن انه نقتل الكلب، فعلى الاغلب المفروض انه نحسن نقتل هذا الماب، ان شاء الله يعني. هذا هو قتلنا الكلب، وهي هو شيء كثير حلو، ما تم في غير هذا الزلمة، ونحن اوريدي قاعدين عم نضرب البيس، والله شيء كثير جميل الصراحة. هذا هو قتل لي الاسد، توقعت انه حيقتل لي الاسد صراحة، بس الحمد لله انه قتل لي اياه بهالوقت المتأخر، لأنه هيك بتكون رسميا راحت على الزلمة، وهذا هو فزنا عليه.
هذا حيكون لمين؟ حيكون للفيجن فول كات. والله شيء كتير حلو لانه ما اتوقع عندي اياه اصلا. والهيك بنكون عصينا باول كوكب حاولنا نهزمه، لانه لازم اطور السبيشل بطريقه من الطرق. بس مع هالشيء انا ماني زعلان ابدا، لانه طلع لي كميه الابر ريرز هدول الجداد، فاتوقع انه امالنا رجعت للحياه. بس لازم تقولوا لي من اطور مشان استخدم الاكس بي اللي عندي عليه ونستخدم الزلمه على تطويراته. على العموم هذا كان كل شيء لهي الحلقه، اتمنى انه عجبكم الفيديو، اتمنى انه استمتعتوا فيه. اذا عجبك الفيديو واستمتعت فيه لا تنسى تسوي لايك، تشترك بالقناه. اللهم صل وسلم على محمد ومع السلامه.